ما قعدت حابه كده هذو الدراري جو معايا وي ايطاليه اجل بديش شي قرايه كاين شي خدمه كاين شي يلا بدينا شنو هي سبع الحاله خايبه ياسين سمع غير في الساحه وعيني حنان تشقيو واش طارق الروينا اسف زيد هنا صافي الدراري جريتو مزيان ويا الدراري ونتمنى ان شاء الله غنجيو مجموعه هنا الدراري سيد طارق سيد وي 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 ها؟ اه دراري الحين راه معايا اللي فاز معايا ايوا تاع نصف قرايه ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يا رسول الله السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام السلام عليكم. السلام. كنظن انتم الثانية بكالوريا علوم ثلاثة. وي وي. الله حضرة السعيدة دابا غتبدا. تسنى تسنى اللقطة. إيطاليا. اهلا اخر لحظات سعيده نعيشهم اذا بسم الله الرحمن الرحيم وبدنا نستعين وبعد معكم الاستاذ محمد الزوري مدرس ماده اللغه العربيه في المؤسسه اللي تقرا فيها سنتين هذه البعض منكم اعرفه منذ السنه الفارقه والبعض منكم عاد غادي يتعرف عليه ان شاء الله تعالى كما هو معلوم ان ماده اللغه العربيه بالنسبه للتلاميذ ديال السنه الثانيه بكالوريا علوم هي واحد الماده ثانويه على اساس عندكم في الامتحان الوطني الفيزياء الرياضيات الانجليزيه الفلسفه وعلوم الحياه والامر نعم بالنسبه لماده اللغه العربيه ان شاء الله عندنا بعض الدروس اللي عندها ارتباط وثيق بما يهمكم في المرحلة البكالوريا. إذا بغيت مادة اللغة العربية تكون واحد المادة دسمة نتبادل من خلالها الأفكار والتجارب والتوجيهات. نعم وأنا أيضا يعني كأستاذ يمكن أن أستفيد منكم من خلال مجموعة العروض التي تقدمونها إن شاء الله تعالى. إن شاء الله شكرا. تعطلت على القيصر عاوتاني. إذا فلنتعرف هذه المهارات. أجل أجل شحال تستعمل؟ أنت تأخرتي بزاف. الزملاء ديالك قليلة آخر مرة. مكانك. إن شاء الله.
دخلوا. أدب إدريسي؟ هذا يوسف عزوزي؟ هذا جميل الهاني؟ هذا طارق الروينة؟ نايم ولدي لاباس. والله لا لاباس الوالد، كي داير بخير؟ بديت شي قرايه؟ كاين شي خدمه؟ كاين شي؟ يلا بدينا. يلا بدينا، ولكن خاصني الكتب. شوف اولدي، حتى حاجه ما تخصك، خاصني موجوده اللي خصاتك نوجدوها لك. الله يحفظك الوالد، عليك غير حمر لي وجهي. الله يحفظك الوالد. بغيتك تمشي معايا للمكتبه بعدا، اولا خصني نشري شي كتبه ومن ورا ندوزو للسونتر. بغيت ندير الله يرضي عليك، انا ما مساليش اللي خصاتك نعطيها لك، ما تخصك حتى حاجه. انت تبارك الله راك راجل وراك كبير واقدر غرامك بوحدك، راه حنا معولين عليك. بالتي عيبا. صافي ولدي. مرحبا بك. شحال خصك ولدي؟ وتقريبا مصاريف ديال الكتوبه والمصاريف ديال المدرسه. المهم المهم ماشي مشكل، هاك زيدك حتى هذه، خصك شي حاجه. الله يحفظك الوالد، شكرا. ولا خصك شي حاجه غير عيط ليا ونعيط لك على المحجوب ويصيفط لك الفلوس. واخا الوالد، شكرا ولدي. بزاف، شكرا بزاف. يلا وعجبني، حمر لي وجهي. لا كون هاني الوالد، ما كاين غير القرايه ان شاء الله كاع. يلا الله يلا اللي خصاتك انا كاين. شكرا انا الوالد. السلام مكون نصوص لغة إنشاء. نعم. قلنا مكون نصوص. يسير. 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 بالنسبة لأول درس غنتعرفو واحد ياسر فينا هو شحال؟ كم عطاك الساحة؟ نعم؟ كم عطاك الساحة؟ طارق اللي دخل؟ صراحة أنا كيبالي معاك راه مرة في الساحة، قلت راه ما غيمشي حتى غيجرو معاك. ياسر تلميذ مؤدب، واش يعني كان عنده واحد المؤدب العالي في السنة الفارقة؟ خصنا ندير شي صباح. Thank you.
صافي الدراري جريتو مزيان؟ مزيان سير على الله يخنا عييتو؟ لا لا برافو عليك يلا سير سير معاه يلا حساب 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 سياسي واحد جوج ثلاثة جوج واحد كار ثلاثة ديس ثلاثة ويس ديس ديس يلا 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 دخل دخل يلا يلا اعطيني تراكسو يلا ماشي ياكل بس 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 ماشي ياكل سير شوف انت صافي هذا ظهرك يكون واطي مزيان
يلا كلشي معاه كلشي معاه ماشي بوحدو يلا يلا وا ياس دراري واش تجي دير هاد الحصه الرياضيه يتقنع في الدار واش هي تمشي للبيار وتمشي للزناقه والدوران لا الجسم السليم في العقل السليم الله يرحم الوالدين انتما كتشوفوا دابا الان الزناقي كيفاش دايرين الشباب باش مبليين المعزون هاد الشيء جميع انواع البلاوي راكم كتعرفوا اكثر مني انا راه احسن 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 برنامج وانك ديها في صلاتك ديها في قرايتك وكذلك ايضا تكون عندك واحد الحصص ديال الرياضه بشكل رسمي في الاسبوع وبشكل منتظم والله يفهم دو سيرسي دوس ها واش بال ايوا كنا غادي نروح واحد الطريق ماشي شوف لا بغيت تمشي بينا لا خير شفتينا السياسي؟ نعم أبس راه طريق ما طريق ما هو ما طريقنا التحالف أواه ها المعجون ها الكالة ها الشيشة فين غادي نعود فين؟ فين غادي؟ فين غادي؟ لا صحة لا جيب لا قراية والله يرضي عليك يا ولدي الله يرضي عليك شي الطريق الآن اللي غادي به دابا راه تبارك الله عليك حاول تخليك مع الصديق ديالك محمد راه هو اللي كنتي معاه العام اللي فات وجبتو الحمد لله نقاط عالية فاهم خلي أنا بغيت تمشي في هاد الطريق هذا الطريق ديال الطريق راه ما خدامش والعاقبه ديالو انت غتشوف شكرا استاذ على جميع النصائح والله يجرك ولدي اكل اذا 41 في عين المكان غادي تبدا العمليه الان Yeah.